هلا حبايب، حب يعني فيديو ثاني اللي عندي الجرامر. زي ما قلت لكم يعني بالفيديو الاول، الجرامر عندي اليوم موضوع شوية شيق، شوية بأكشن، شوية حنفكر بيه صح. ما نوعنا خدنا قصة من النوم، راح شوية ناخذ شوية من الاكشن، مو مغامرات لا اكشن. الموضوع كلش حلو، وبنفس الوقت انه الطالب يلاقي صعوبة بيه، بس اذا فهمه بالطريقة الصحيحة واذا اتبع الخطوات الصحيحة راح يكون يعني حصل درجة كاملة. وهم ما تفيد هذا اصلا موضوع، راح يصعد ويانا خامس وراح يصعد ويانا سادس، فاذا ضبطناه من هسه راح يكون كلش سهل علينا عندنا بالمرحلة الخامس ومرحلة السادس. احنا نعرفون انا بكالوريا هنتصلكم الحديث عن هنا عند reported speech. reported speech إن use reporting verbs ask, tell, or say. مثل ما نعرف إحنا reported speech حبيت شو هنعرف شو مش فاهمين عن reported speech؟ الكلام المنقول. يعني هسه أنا مثلاً قاعدين إحنا بالصف، أوكي نتخيل إحنا قاعدين بالصف، شرحت لكم طالبة يوم صيغتها قالت انه اني مثلا ما انتبهت، قالت الضحى ايش قالت مثلا اللي بصف حد بها الضحى قالت. يعني الكلام المنقول، يعني ما كان منقول، نخبر احد الاشخاص ما قاله شخص الاخر. اوكي يقسم الى قسمين، حنقسمها الى قسمين جمل، كل جملة الها قاعدة إلى إنه خطوات نمشي عليها. أوكي كل قاعدة كل جملة، إذا خبرية حنمشي على كم خطوة، إذا استفهام راح نمشي كذلك على كم خطوة. راح نبدأ إحنا بدايتنا اليوم هي الجملة الخبرية. الجملة الخبرية لها قاعدتين، راح بيستشون لها قاعدتين وهاي حقول لك هسه حد يبني الجسمة الحل والاكسرسايز، راح نعرف انه يا قاعدة من قاعدة نستخدمها. لا تخافون ترى كل يستاهل، بس احنا نديه الخطوات الحل مضبوطة والقاعدة نخليها قدامنا على مدى الخطوات. نبدأ القاعدة الأولى عندي هنا subject plus said plus that. that تقدرين تحطيها وتقدرين تستغنين عنها، يعني تقدرين تحطيها أو تستغني عنها. plus subject plus verb اللي هو الفعل plus complete هي تكملة الجملة. قاعدة ثانية هي subject plus said to or told، اسم أو ضمير مفعول به. أوكي plus that مثل ما قلت لكم تقدرين تخليها تقدرين تستغني عنها. plus subject plus verb plus complete. أوكي نبدي انتبه. أستاذ أنا أعطيتكم هاي الجملة، خالد I don't want to go to bed. مطنيا قاعد تكون أريد بيتكم reported speech. سوري ترى أنا اختصار reported speech. نبدأ الحين أول شيء مطيني إنه لازم نعرف إنه رايد بي عندي reported speech كلامي منقول، ها والفقرة. الفقرة الثانية راح تخليني بواجه إنه هي من صدحة حطتنا قاعدتين للجمل الخبرية، أي قاعدة راح نستخدم؟ أرجع أقول لك أول شيء لازم الجملة شو نسوي نشرحها. اوكي راح نبدي بشرح مالتها. احد الكلام هنا بهاي الجملة، الكلام نقول او الكلام مباشر، هنا المتكلم هو خالد ما بين انه مع من يتكلم، ما منطيني الشخص الثاني. هسه مثلا انا دا احكي وياكم، انا دا اتكلم وياكم، يعني بينت انه ويا من دي اتكلم، هنا مبين ويا من يتكلم. لهذا شو راح استخدم؟ راح استخدم القاعدة الأولى اللي هي subject plus said plus that plus subject plus verb plus complete sentences تكملة الجملة. شو راح ننزل؟ راح ننزل خالد بمتبرنه subject. اوكي said نزلناها، that نزلنا او نقدر نستغني عنها. هسه نيجي لهي، حد يستنى شو هي مين جتي وهو ما منطيني اياها بالجملة. زين ارجع اقول لك انه اني منطيني خالد، خالد الضمير يعني تعرفون انه مو ضمير، انه ضمير ناب عن
ايش اسمه اسم خالد انه شاب هو هي حطان انه هو هي زين هذي قصة شو حطها لي ديدنت ارجع واقول لك احنا بالكلام عشان ننتبه على اهم فقرة كلش حطي جواها الف خط اللي هي شن هي انه اذا هو منطي زمن الجملة مضارع تحاولي ليها من تريد ايه تنطيني الحكي زين تنطيني اياها ماضي يعني شلون مثلا هسه انا كما قلت لكم مثلا انا حكيت وياكم هسه عبش مثلا هسه بالعشرة اوكي نفرض الساعة هسه بالعشرة قلنا ثلاث صديقات اثنين واحدة عندهن ما سمعت وما كانت منتبهة وياي فتسأل صديقتها انه صدحها ايش قالت اوكي راح تقولها كذا وكذا انا قلت لكم انتبهوا على الوقت ثلاث ساعة بالعشرة ضبط هي الساعة بش راح تقول لي هي ثلاث ساعة ثلاث عشر دقيقة خمس دقائق يعني راح يكون كلامي يا زمن اقدم اوكي حبايب راح يكون اني وقتي راح يكون زمن وقتي راح يكون اقدم يعني اذا كان زمن الجملة مضارع راح اجاوب يا زمن المضارع ماضي اذا قلتي زين جابت لي مضارع مستمر صحيح ماضي مستمر زين اذا قالت لي ست مضارع تام ماضي تام زين ست اذا ماضي شلون بهالحال ماضي تام يرجع اذا كان منطاني مضارع ماضي اذا كان منطاني مضارع مستمر ماضي مستمر اذا اعطاني مضارع تام ماضي تام اذا منطاني ماضي فماضي تام ها كلش ننتبه عليه زين والجملة الخبرية نعرف انه متكونة من subject وال يعني الفاعل والفعل والتكمله الجمله هاي اهم فقرتين انتبه عليها الناس حيصير خالد said that he didn't want to go to the bed ست بس انها تبي ست بس انت مو غيرت بالفعل احنا ايش قلنا احنا didn't مش بي didn't ولا بنسوي مش قلنا احنا بنلعب بالفعل زين نجي هسه على الجمله الثانيه that وعندي عليه can go with you اوكي منطيني اياها can go with you منطيني هنا ننتبه منطيني هنا اسمين شخصين شو حصير حصير هاي عنطوا يا قاعدة حنستخدم قاعدة ثانية ليش هنا الاب بيتحدث مع اشخاص محددين زين فهنا حنستخدم يا قاعدة ثانية شو حصير داد نزلناها يعني الفاعل بعدين told أو مثلاً said نيجي هنا الأص زي استنا شو سويتي معتبر إنه دي ينطينيها عندي هنا اليو صارت أص أوكي هنا صارت أص الفعل الضمير بعدين نزل داد قلنا تقدرون تستخدمون داد أو تقدرون تستغنون عنها زين ست حتقولي استحنا انا منطيني كان شلون كل السحر احنا قلنا اذا كان مضارع نسوي ماضي فالمضارع هي الكان الماضي مالته كود ويل ود ما كنا نعرفها فهنا شو حصير ذات علي كود جو وذ اس اوكي زين اوكي هنا الكود كان حولناها انتبه الى كود زين راح تقولي ست زين هسه هاي افتهمنا الجمله الخبريه الجمله الاستفهاميه شلون الجمله الاستفهاميه هم مات اكو نوعين من الاسئله منطنيها مثلا yes or no question ويتميز ميزتين الميزه الاولى يكون يبدا فعل مساعد مثل عندي is to have كان وول اوكي والميزة الثانية يكون جواب قصير هو اللي يبدي بشنو بيسونه اما النوع الثاني عندي من الجمل حيكون بدايتها بال W H question هو اعتبار انه عندي هنا انا عندي الاسئلة المقولة راح تكون أما كذلك
نبدي بيها مات إلها نوعين. النوع الأول قلناها راح تكون بدت فعل مساعد، والثاني تكون W question. كل وحدة هم إلها كذلك كم قاعدة همات ننتبه عليها ونفتهمها. الجملة الاستفهامية أولا تبدأ بأفعال مساعدة، عندي do, does, did, can، نستخدم وياها if or whether. if or whether okay. لو if لو whether هاي كلها إذا شنو بدت الجملة ب is و are و am و do و did و does راح will و can و would، كل هذني إذا بدت شو راح نستخدم if or whether. اوكي ويكون قاعدة ماتها حيكون subject plus asked plus قلنا ضمير او اسم مفعول به plus عندي هنا if، عندي or whether plus عندي هنا الجملة الخبرية. الجملة الخبرية زين شو حد بيشين ست شو الجملة الخبرية حبكم ويا تبع subject plus verb plus complete. اوكي نبدي بأول جملة. مثلا عندي do you know I asked him. وانطش كمين الجملة. مثلا شو أقول لك do you know، مثلا انطش كمياها I asked him وتكمين الجملة. اكتب شيئا بين قوسي report his speech. شو حتقولي لي I asked him، I asked him. بما انه منطين دو شو سوي احذفها. زين حطين شو هنحط، هنحط if. نكتب اول شيء I asked him if، نحط كم جون هوا وقالي if. نبدي احنا عندنا اليو ونشرح يصير الضمير مالت هنا ننتبه عليها. اليو هنا يقول هنا I asked him، من سويناها I sorry اقولكم ما عرفون هاي ال I فهي هيك I asked him if. حلو هنا انت شو سويت يا هي؟ يعني نقول شو حاجة اقولك انه انا راح يعني سؤال منقول، يعني انا حقول له اوكي if he knew. if he knew نرجع زمن الجملة يا زمن نتمنى نعرفها هنا ندور دوس نعرف شنو زمن الجملة. زمن احنا وغمضين نعرفها زمن الجملة زمن مضارع. لما نحوله الفعل شو اسوي؟ اسوي ماضي. زين جملة ثانية are you okay. وهنا اعطيتكم اياها he asked me. شو حصير هنا؟ نبدي اول شيء نبدأ نقول هو مطيني هي asked me، يعني سهل لي هاي البداية من الجملة. اوكي نبدأ حبدي شغلنا من هنا. زمن مطيني بدأت الجملة شو مطيني هار، نحذفها وفقرة الار شعوض مكانها، بس مو نحذفها حما نحذفها يعني، بس مجرد هي شو حنزل اف. زين هو بعد قال لي وانه الجملة الخبرية. زين الجملة الخبرية تكون شو من subject وفعل وتكملت الجملة. زين شو حصير if I نالو يتحول الى I. زين بعد يستنى عشان حولت الى نعم هو المتكلم ضمير، يعني ضمير فهو عوضته بشنو به، وهذا ما ناخذ الاستنى مال كذلك هنا ضمير شلون هنا وشلون هنا. راح اقول لك هسه مثلا نجي مثلا هسه سألتك أني do you know I asked him. هنا الهم نجي على الهم. الهم هو مضمر مفعول به
انتبهوا وياي للهم، انتبه على الهم. احنا مرات شو نعرف مثلا مطاني شو هنعرف هاي احط الفاعل شنو، ننتبه خاصة اذا مثلا مطاني ننتبه انا تكون I asked him. الهم يا ضمير هو المفعول به، مال يا ضمير الهي، انتبهنا ننتبه. اي حد يقول شو السيناريو صارت هي ما انتبه على الهم. زين الثاني انتبهوا هنا منطين المي الضمير مالته مال فاعل شنو فش راح يصير اف اي. زين احنا قلنا زمن جوليا زمن مضارع، تبو مضارع ايش راح يصير احنا اذا ار زين ما عادش احط لهذا الفعل المساعد واز. اوكي خلي بس ليش حذفتي عندي بدايه لكم بس هيك حذفتها مجرد اني اريد اكمل مو احذف احذف انه حذف لا مجرد انه اني ويا سياق الجملة على مود انه نكملها وشون نسوي هي شفتيها من حبايب. وكذلك هم ستزيكم باقي كله وتمارين وكل سيجي على الثاني اللي هي اذا بدت بال WH. اذا بدت عندي هنا بال WH هم كذلك كل سهلة حس اسهل من الاف والولر. اوكي نجي هنا القاعده مالتها، القاعده مالتها اذا بدت الجمله الاستفهاميه دبليو اتش مثلا وين الوير الوات لين يستخدم هذه ادوات الرابط جمله. هستخدم هنا راح احصل مثلا رابط جمله. اوكي جمله قول مع جمله كلام الاخباري. اوكي بصيغه الاثبات ويجب حذف اذا مثلا مطين فهيس يعني جمله استفهاميه. من جمله استفهاميه احنا نعرفها من تبدي الوات او الوير او الوين او الهو يكون وراها فعل مساعد. اوكي اذا كان الفعل المساعد دو وداز وديد نحذفها، نحذفها ما نحطها ما نرجعها لا مجرد نحذفها، والتي تاتي بعد الاداه مراعاه انه زمن الجمله. اوكي لاحظ القاعده نبدي قاعدة ما تكون مشيوم من subject plus him asked. ننتبه عندي بال told و said ويا الجملة الخبرية، ال ask ويا الجملة شنو استفهامية plus احنا قلنا اسم او ضمير مفعول به plus نبدي وياها شو يكون بعدها عندي هنا ال when ال who ال where الوات الى اخره اكسترا خلاص عندي هنا الجمله الخبريه. اوكي جمله الخبريه زين ونفس الشيء ننتبه زمن الجمله اذا مضارع حوله الى ماضي، اذا ماضي ماضي تام، اذا كان مضارع مستمر ماضي مستمر، اذا مضارع تام ماضي تام، إذا هو انطني اياها ماضي بسيط ماضي تام. مثلا ايش عندي هنا هسه عندي example what are you doing مثلا هنا he asked me وقال لي انه كملي الجملة. اوكي انا انطني what are you doing he asked me وقال لي كملي الجملة منطين شعر بورت سويتش كل يستحيل. اوكي نبدي نقول هي asked me نبدي ما استخدم لا اف ولا وذر ليش لان بادي جملة استفهامية اداة استفهام. هي الاستفهام هي الوات، الوات ما احذفها لا انزلها ايش راح تصير هي asked me what. اوكي احنا بعد ايش قلنا تيجي تكون جمله خبريه، جمله خبريه تكون من سبجكت وفعل متى كانت الجمله. اوكي نبدي راح يستل فاعل شو هعرفه قلنا احنا نرجع وين للمي الفاعل مالته شنو هو ضمير الفاعل اي راح نقول وات اي نرجع شو منطيني ار الار زين ونطينها زمن يا جمله زمن مضارع تام
شو راح اسوي؟ سوري اقصد مضارع مستمر. عندي هنا doing، زين شو راح يكون زمن الجملة؟ راح يكون زمن الجملة ماضي مستمر. لما انه منطيني مضارع مستمر اسوي ماضي مستمر. اوكي نزلنا الفاعل، بعدين وراه شو راح يكون؟ احنا نقول ناخذ was لو وير was. اوكي was doing، هاي كملنا الجملة. الاستفهامية أسهل شيء إذا كانت عندي بداية أداة سؤال وكل سهل منتبه. عرفنا شلون نطلع الضمير، عرفنا وكل سهل وننتبه ننتبه كل زين. أوكي حبايب، وإن شاء الله سهل ما تشرح لكم على الصبورة وما أنت نفتهم. أوكي حبايب، باي باي.